حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون إقليمية. إذن مشاهدينا الكرام، تقدمت تركيا في الشمال السوري وأطلقت عمليتها نبع السلام من أجل طرد الميليشيات الإرهابية من هناك. كان ذلك وسط رفض من دول إقليمية وكذلك من أمريكا والدول الأوروبية، إلا أن تركيا استمرت في عملياتها وتوغلت في الداخل السوري، واستطاعت الدخول إلى أكثر من مدينة سورية في الشمال السوري، ما يعني أعطى انطباعا أن تركيا نجحت في فرض أمر واقع في المنطقة هناك. إلا أن وصولا مفاجئا لنائب الرئيس الأمريكي وزير خارجية الأمريكية أيضا إلى تركيا، نجح في أن يصل مع الرئيس التركي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تنفيذ ما تريده تركيا من طرد الميليشيات الإرهابية الكردية من الشمال التركي. ما جرى إذن؟ ما هو تأثيره على سوريا وما هو تأثيره على المنطقة بشكل عام؟ للنقاش حول هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا هنا في الاستديو شيخ الحقوقيين السوريين الأستاذ هيثم المالح. مرحبا بك أستاذ هيثم. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. أستاذنا، يعني في البداية قبل أن نتحدث في تأثيرات هذا الاتفاق الأمريكي التركي، دعنا نتحدث عن عملية نبع السلام في البداية. كيف وجدت التدخل التركي في الشمال السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا، آمين، والفرج القريب إن شاء الله عن الأسرى والمعتقلين والمعتقلات من أولادنا وبناتنا، آمين، وندعو الله أن يعجل بالنصر ويهزم الأحزاب في القريب العاجل. من حيث المبدأ أخي، أنا كان لي تصور قديم الحقيقة، أن المعارضة السورية يجب أن تطلب من الأخوة الأكراد الأتراك أن يتدخلوا في الشمال السوري، كما طلبت بشار الأسد، استدعى روسيا وإيران للتدخل لقتل الشعب السوري. فهذا حق مشروع لما يسمى المعارضة السورية بأن تدعو الأخوة الأتراك للتدخل في الشمال السوري لحماية المواطنين المدنيين. ما صار هذا الأمر، ما صار الحقيقة. الآن الحديث حول موضوع المناطق الآمنة كذلك سبق طرحه بأكثر من مرة، من أكثر من 3 سنوات، كذلك مع الأخوة الأتراك في بعض الجوانب طرحنا مسألة إيجاد أماكن آمنة من حماية المدنيين في الشمال السوري. الوضع الدولي لم يكن متاحا في ذلك الوقت فيما يبدو هكذا. أنت تعرف الوضع في سوريا ليس وضع الآن، ليس من له القرار. دول عديدة متصارعة على الأرض السورية، تصفية حسابات، روسيا، إيران، أمريكا، فرنسا، يعني ودول عديدة وميليشيات فبالتالي ما كان هناك يعني من يستطيع أن يتخذ قرارا معينا. الآن الوضع الدولي فيما يبدو أصبح مواتيا فيما يتعلق بالجانب التركي. والخطر الحقيقة فيما يتعلق بالبي واي دي والبي كي كي وهذه الميليشيات الكردية المتطرفة الإرهابية، هذه تهدد الحقيقة، ليست لا تهدد فقط تركيا، هي تهدد المنطقة كلها، وبشكل خاص تهدد الثورة السورية وتهدد السوريين، لأنه باعتبار الشيء الأساسي قادة هذه الميليشيات كلها ليسوا سوريين وليسوا من سوريا وليسوا هم عربا. هؤلاء جاءوا إما من جبال قنديل أو من الشيوعيين الأتراك، يعني الأكراد الأتراك، وجاءوا يديرون معارك في داخل سوريا. فهذا يعني مشروعهم ليس مشروعا سوريا وإنما محاولة، هذا مشروعا صهيونيا الحقيقة، وليس سوريا وليس تركيا وليس عربيا وليس كرديا وليس كرديا وليس كرديا، هذا مشروع صهيوني. هم يريدون أن يخدموا إسرائيل في إيجاد موطئ قدم في سوريا في الشمال، في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا. هذه خدمة لإسرائيل. على كل أحوال أنا لدي أكثر من فيديو يتحدث الإسرائيليون عن أخوة مع الأكراد وعن وهكذا، وشاهدنا مؤخرا كيف مظاهرات خرجت في أوروبا وسجدوا على العلم الإسرائيلي وإلى آخره. بل والعلم الصهيوني موجود، العلم الإسرائيلي موجود
الجنود، فبالتالي ورفعوا العلم الإسرائيلي في مناطقهم في فوق الأراضي السورية اللي هي أراضي سورية، فبالتالي هم يخدمون الحقيقة صحيح، هم يتحدثون عن خدمة قوميتهم أو خدمة الأكراد، لكن هم في الحقيقة يخدمون المشروع الصهيوني. طيب لماذا الدول العربية برأيك يعني لم تتعاون مع تركيا التي كانت تطالب يعني منذ أكثر حتى من 3 سنوات بالمنطقة الآمنة في الشمال السوري؟ لماذا لم تكن ترى هذا الخطر للميليشيات الإرهابية الكردية؟ يا سيدي الكريم، أنا لما مؤخرا دعت الجامعة العربية للاجتماع وزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة ما يسمى التدخل التركي في الشمال السوري، رجعت في ذهني مباشرة لمؤتمر القمة الذي دعا إليه الرئيس مبارك لما كان رئيسا لمصر، وقت دخل صدام حسين إلى الكويت عام 90، فدعا خلال 24 ساعة وجاء الكل، لم يتخلف أحد عن اجتماع مؤتمر القمة في القاهرة، واتخذوا قرارا كان هو الممهد للتدخل الأمريكي والغزو الأمريكي للعراق ولأفغانستان. هذا هم لا يدركون الحقيقة، إما لا يدركون وإما هم يعني بصيغة من الصيغ يخدمون المشروع الغربي. المشروع الغربي يريد تدمير المنطقة يعني بصريح العبارة، وبالتالي هم دعوا في أيام صدام حسين وانتهوا إلى قرار كان طرح أمام مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ مش مجلس الأمن الدولي حتى فقط جورج بوش والإدارة الأمريكية، ووقع الغزو الأمريكي للعراق ولأفغانستان وتم تدمير المنطقة. ونحن الآن في الجزء الثاني من مخطط تدمير سوريا. الآن تستعين الحقيقة أمريكا بالوجه الآخر الصهيوني اللي هو ملالي طهران. ملالي طهران هم الذين يقومون الآن في يعني بينما العرب يخربون بيوتهم بأيديهم. مع الأسف الشديد يعني الاجتماع جامع الدول العربية كان في منتهى الإسفاف. يعني هم لم يلاحظوا كل هذه 9 سنوات والشعب السوري يعاني، تم قتل 1,000,000 شهيد و1,500,000 معاق و300,000 معتقل، 50,000 معتقلات نساء بنات من 12 سنة، الاغتصاب الذي يجري في السجون، الأحداث الحوادث المروعة التي يرتكبها نظام بشار الأسد والعصابة الحاكمة، والميليشيات التي دخلت في سوريا من أفغانستان ومن باكستان ومن العراق ومن لبنان حزب الله ومن الحوثيين يعني في اليمن، كل هذا الباكج الشيعي الطائفي الحاقد ساقها نظام ملالي طهران البابوية، بابا الشيعة الموجود في طهران وقم، ساق هؤلاء الحاقدين على المسلمين السنة إلى سوريا لقتلهم. ولم يتكلم العرب. لم يرى، أنا قدمت العديد، ليس مذكرة واحدة، أنا تقدمت بالعديد من المذكرات حول هذه النقطة إلى مجلس الأمن وإلى جامعة الدول العربية، وأنا حضرت عدة يعني جلسات لوزراء الخارجية العرب في ما يتعلق بالملف السوري. مع الأسف لم تتخذ الدول العربية مجتمعة أي قرار لتخليص سوريا من مخلب إيران. اليوم إيران ليست سوريا فقط، إيران تريد تدمير المنطقة كلها. للأسف الشديد سأعود لنقطة أنه يبدو أن الجامعة العربية جعلت تركيا هي عدوها وليس إيران، لكن أريد أن أرجع خاصة نقطة أنك كنت تطالب بأن تدعو المعارضة السورية تركيا لأن تحمي المدنيين. الجامعة العربية كانت تقول يعني في اعتراضها الأخير على عملية نبع السلام أنها تريد حماية سيادة سوريا، يعني قانونيا، وأنت شيخ الحقوقيين والقانونيين أستاذ هيثم، كيف كان يمكن أن تطلب المعارضة السورية من تركيا أن تحمي المدنيين؟ نحن ننازع في الحدود الدنيا، المعارضة تنازع سلطة بشار الأسد السيادة في سوريا، لأن المعارضة المتمثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة باعتراف جامعة الدول العربية بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور عنه في جامعة الدول العربية، وكذلك في الأمم المتحدة بأكثرية 117 صوت من الهيئة العامة بمشروعية المعارضة والاعتراف فيها،
دول المؤتمرات دول أصدقاء سوريا التي انعقدت في المغرب وفي تونس وفي تركيا كلها اعترفت بالائتلاف بوصفه ممثلا للشعب السوري، وبالتالي الائتلاف كان لديه الإمكانيات والفرص للطلب من الحكومة التركية أن تتدخل بجيشها في الشمال السوري لحماية المدنيين، وأن تمنع طيران الأسد، طيران بشار الأسد من التحريض فوق المنطقة. هذا كان ممكن، لكن مع الأسف حيث أن المعارضة هي لم تتحرك لحماية سيادة سوريا. نعم. الآن كأن الجامعة العربية تريد أن تعطي كل الشرعية لنظام بشار بحيث أن يكون هو من يحمي الحدود السورية. هذا المتغير كيف تقرأه أستاذ؟ أولا بدي أقول شيء أساسي وأنا قلته سابقا بأول الثورة، بشار الأسد انتهى، فقد شرعيته من الحكم، لأنه شرعية أي دولة أي سلطة تستمد من الشعب. صحيح. فعندما يثور الشعب في أي بقعة في العالم، في أي دولة في العالم، تنسحب تسقط شرعي مشروعية النظام وتنتقل إلى الشعب عبر ممثليه الآخرين. وبالتالي بشار الأسد منذ بداية الثورة سقطت شرعيته مع الثورة، باعتبار الشعب السوري سحب تفويضه للنظام بإدارة الدولة. اثنين، القرار اللي صدر باعتماد مبادرة كوفي عنان ما يسمى جنيف واحد من قبل مجلس الأمن الذي دعا إلى تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئيس، هذا يعني أن الرئيس ليس موجودا في المستقبل. وبالتالي الكلام الحديث عن بشار الأسد وعن سلطة موجودة هذا كلام غير صحيح وغير منتج من الناحية القانونية. يقول الناس أنه بشار جعفري موجود، مع الأسف هو هذا تقصير. قصرت المعارضة في متابعة موضوع يجب أن نكون قد حصلنا على مقعد سوريا في الأمم المتحدة، وكذلك كما حصلنا عليه في جامعة الدول العربية، وكذلك في مؤتمر التعاون الإسلامي. لكن المعارضة التي هي في قمة واحدة، عفوا، لكن أستاذ هيثم، قمة الدوحة حينما جلس، لا، قمتين، الدوحة والكويت بعدها، نعم، ثم بعد ذلك بقي المقعد خاليا. وأبو الغيط الآن يقابل وزير الخارجية السوري بالأحضان ويغني له. يعني هناك محاولة لإعادة ترميم النظام، ألا تلاحظها؟ يعني هذا واضح يا أخي، الأنظمة العربية منقسمة فيما يتعلق ببشار الأسد. وأنا الحقيقة في شيء يحيرني، يعني كيف يمكن يعني لنظام أو لحكومة عربية أو لمثقفين أو لتكتلات أو لتجمعات أن تمد يدها لتصافح يد المجرم؟ يعني بشار الأسد الآن في مش تقرير واحد، تقارير عديدة صادرة عن الأمم المتحدة في جنيف لجنة التحقيق الدولية، 29-30 تقرير كلها تدين النظام بقتل المدنيين وباستهداف الأماكن المدنية وباستهداف المساجد والمدارس والمستشفيات وإلى آخره، هو وروسيا ومؤيديه يعني من الدول وغير الدول والميليشيات. بالتالي يعني أنا أستغرب تماما كيف يقف هؤلاء مع نظام يقتل شعبه. الشعب مهما كان عنده، نحن فيما يسمى، إذا كان بصح تسمية معارضة، أنا أسميها معارضة، هل لدينا نحن صواريخ أو هل لدينا طائرات أو ما لدينا؟ المعارضة كل ما في عندها المعارضة أسلحة متوسطة، يعني أسلحة متوسطة وخفيفة، فما عندها أسلحة متطورة. لو كان في أسلحة متطورة لاستهدفناهم من زمان وانتهى. لكن العالم، كل العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، كانت متآمرة على الثورة السورية ومنعت تسليحها. هذا بصراحة صريح عبارة. نعم. إذن للأسف الشديد يبدو أن الأنظمة العربية تحاول أن تقمع أيضا الثورة السورية من أجل ألا تنتشر عدوى إلى دول أمر طبيعي. يعني السيسي يعمل انقلاب ضد المرسي، يعني المرسي الذي انتخب ديمقراطيا، في الرئيس الوحيد الذي انتخب ديمقراطيا من بعد رحيل الملكية في مصر، يعني منذ أيام عبد الناصر حتى تاريخي، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا هو الدكتور مرسي الله يرحمه. وعمل له مقلب هذا السيسي، وعمل انقلاب، وعمل شيء اسمه والله تفويض. اي تفويض هذا باي دوله بيصير؟ والله تعوا يا ناس فوضوني. من هي الذي يقول هؤلاء يمثلون فعلا الشعب المصري ولا هم؟
يعني يمثلون أكثرية ولا شيء. نعم. شيء أدام تحقيقه والبحث فيه معقد. فهو عسكري جاء العسكري فعمل انقلاب ليستمر حكم العسكر منذ عبد الناصر حتى الآن الصيغة لم تتغير يعني حكم عسكري بالمطلق يعني. فهذا الحكم العسكري لا يناسبه نجاح ثورة في سوريا ثورة ديمقراطية لا مصر ولا غيرها من الدول العربية ذات الأنظمة المستبدة الفاسدة. إذن نقول أنه الاعتراض الإقليمي العربي كان بلا معنى وقولهم أن التدخل غير قانوني أيضا بلا معنى. طبعا بلا معنى لأنه الجهة المقابلة لبشار الأسد إذا كان صح إذا قلنا أن هناك سلطة وفي منازع لهذه السلطة فالمعارضة السورية تنازع بشار الأسد المشروعية والصلاحيات وبالتالي هذه المعارضة هي التي قبلت بالتدخل التركي من أجل حماية المدنيين وإعادة يعني الأحزاب الكردية الإرهابية المتطرفة التي جاءت من خارج سوريا هي طردت السكان العرب في المناطق التي استولت عليها وهدمت قرى بكاملها. فالآن الحقيقة التدخل التركي والحكومة التركية أمام يعني في القريب العاجل ستكون أمام امتحان ليس سهلا هو إعادة كافة الناس الذين هجروا من قراهم ومن دورهم إلى مناطقهم في شمال منطقة الجزيرة على الحدود التركية. طيب سنناقش ردود الفعل الدولية تجاه ما جرى في من العمليات التركية ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نكمل النقاش. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في شؤون إقليمية يشرفني أن يكون معي هنا في الاستديو الأستاذ هيثم المالح شيخ الحقوقيين السوريين. شيخ هيثم يعني كنا نتحدث عن ردود الفعل الدولية على عملية نبع السلام تجاهلت قضية الإرهاب الذي تقوم به التنظيمات الكردية بل كانت يعني تحرض على تركيا ربما تفبرك فيديوهات ضد تركيا بأنها تقتل المدنيين وهذه الفيديوهات كذب وكانت فرنسا تبدو هي المتزعمة لحملة الرفض هذه حتى أكثر من إدارة ترامب لماذا؟ نعم. يعني أنا أريد أقول شيء أساسي يعني الغرب كل الغرب يعارض وصول التيار الإسلامي العريض إلى المناصب القيادية في أي دولة عربية أنا لي تجربة طويلة معهم يعني من أنا من أكثر من 25 سنة في دمشق بعد ما خرجت من سجن حافظ أسد في نهاية 86 كنت أستقبل المسؤولين الغربيين في بيتي أو في مكتبي أنا تقريبا يندر أن يأتي مسؤول ولا يزورني يقول لي ما يزور هيثم المالح لا يعرف شيء عن البلد أنا يلقبوني مختار سوريا فبالتالي كان زيارات دائمة ومتكررة فكنت أنا دائما ألاحظ أن الأسئلة أو محاور النقاش تجري معي حول الأقليات لم أستمع يوم من الأيام إلى أي واحد أو أي دولة أو أي مسؤول يتحدث عن الأكثرية التي تباد وتعتقل يعني في سوريا المشكلة كانت على الأكثرية وليست الأقلية أبدا يعني نحن في سوريا وقت أحداث حركة النقابات ثم أحداث حمام الثمانينات أيام حافظ أسد قتل 70,000 مواطن سوري بريء مدني ليس عليه شيء وفي تدمر قتل أكثر من 15,000 سجين وكان فيه لما كنت أنا في السجن كان فيه 50,000 معتقل تم استباحة حماة دخل جيش النظام إلى حماة فاستبيحت المدينة السباحة كأنه جيش عدو بكل المقاييس كل شيء يخطر في بالك ارتكب في حماة انتهكت أعراض النساء أروي لك قصة ضابط مقدم عنده زوجته وعنده تنتين بنات في حماة دخلوا عليه جنود الأسد جنود الجيش السوري وهو ضابط وكان ملتحق في عمله الامرأة خافت
فاضطرت سلمت نفسها للعساكر كلهم تعاقبوا عليها حماية لبنتينها. ثم كانت النتيجة تركوا حماه، يعني لما كنت أنا في 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 بيتي في قبل ما أغادر، الزوجة والزوج وبنتيهم يعيشون في وادي بردة، تركوا حماه. البلد ما دمرت، ثلث محاماة تم تدميرها. عائلة الكيلاني صفيت عن بكرة أبيها. أحد الملاجئ كان فيه 100 طفل، 100 طفل فقدوا أهلهم آبائهم. إجا عسكري شافهم، نادى ضابط قال له تعال شو نعمل فيهم. شو عمل الضابط؟ ماذا عمل؟ لحش عليهم، قذفهم بالقنابل وأغلق الباب، قال له دول بكرة بيطلعوا أخوان مسلمين. هذه هي الدولة. أين هو هذا المجتمع الدولي؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الديمقراطية؟ أين هذه الشعارات التي ينادون بها؟ وأنا كنت أتلقاها وأسمعها في مكتبي وفي بيتي وإلى آخره. أنت ماذا لمست من هذا أستاذ هيدا؟ أنا لمست أنهم يهتمون فقط في الأقليات، أما الأكثرية إذا أبيدت عن بكرة أبيها. ما هي مشكلتهم مع الأكثرية؟ ما في مشكلة الآن، نحن الآن ما هي مشكلتهم مع الأكثرية؟ لماذا يتجاهلونها؟ لأن الأكثرية مسلمون سنة، هذه مشكلة. يعني نحن الآن في سوريا، ما المستهدف؟ من هو المستهدف دخلك في سوريا؟ المستهدف هو المسلمون السنة. الآن خرج نصف الشعب السوري هجر من بيوته، تم هدم 70% من سوريا بواسطة طيران. نحن عندنا طيران ولا عندنا صواريخ؟ نعد بعض الأغبياء أو الحاقدين أو الجهلاء ينسبون انه ما مثل السيسي. السيسي اعلن في خطابه اخيرا من ايام قال سوريا خربوا اهلها. نعم. وما بشار اسد ما خربها، كان رجل نظيف ومحترم. يعني بشار اسد مثل حكايته. يعني انت تقرا انه هذا ضمن سياق، لان عمليه نبع السلام سوف تحمي عرب سنه وتركيا السنيه هي التي تقوم بها، كانت هناك طبعا رفض عليها. هذا له حسابات. يعني انظر من يومين في الكنيسة الإسرائيلية، أخي في الكنيسة نددوا بدخول تركيا في أراضي سوريا في الكنيسة الإسرائيلية. لأنه هؤلاء البيكيكي والبي واي دي يؤسسون لخطوة إسرائيلية في منطقة الجزيرة السورية. ماذا تقول لمن يعني ربما يتعجب من حديثك أنه الغرب الليبرالي العلماني، هل فعلا يتقصد إيذاء العرب السنة بهذه الطريقة؟ أنا ما أقول إيذاء العرب، أنا أقول أنهم يريدون الحيلولة بين وصول التيار الإسلامي العريض إلى المناصب، لا يدير الدولة. يعني على كل أحوال روسيا في بداية الثورة ماذا قالت؟ ماذا قال لافروف؟ لا نوافق مطلقا على أن يحكم السنة سورية. 80% من الشعب السوري مسلمين وسنة. صحيح. 80% لا، ما بيجوز يحكموا 80%، لازم يحكموا 10%. ما معقول هذه. هذه دولة روسيا، روسيا دولة مافيوية وتم تأييد خطوات روسيا من قبل أمريكا. يا أخي يعني يبدو أن كيري كان ينسق تنسيقا كاملا مع لافروف. يعني يبدو الرضا بالتدخل الروسي من أجل هذه النقطة. يعني طبعا. طيب بعد ذلك يعني يبدو أن ترامب أخذ موقفا مختلفا، وعندما شاهد أن تركيا تتوغل وتحقق أهدافها بكل سلاسة، ليس هناك مستنقع كما كان يتوقع، جاء بنائبه لكي يعقد صفقة مع أردوغان. كيف قرأت هذا الاتفاق يعني التركي الأمريكي؟ أنا والله يا أخي حقيقة من هذا المنبر أحيي الرئيس رجب طيب أردوغان، لأنه هذا موقف يحسب له في التاريخ. يعني موقف الصلب في مواجهة السياسة، سياسة الغطرسة الأمريكية. يعني هذا أنا أستغرب الحقيقة كيف الشعب الأمريكي انتخب ترامب لرئاسة أمريكا. يعني هذا يعني مش عارف أنا، هذا ما هو برنامجه السياسي؟ ما في عنده برنامج سياسي، عنده برنامج نهب. ترامب وكأنه يمثل زعيم مافيا وليس رئيس دولة متحضرة يعني تحافظ على حقوق الإنسان والقانون الدولي وإلى آخره. فأداء أردوغان كان مناسبا معه. فأداء أردوغان وقف وقفة أبطال بمواجهة الطحش الأدب والهجوم الولايات المتحدة الأمريكية وهجوم الإدارة الأمريكية حتى نقول
لأنه داخل أمريكا في انقسام. يعني بي بي سي قالت أن أردوغان رمى برسالة ترامب إلى سلة المهملات وبدأ عمليته. نعم صحيح، يعني هو لم يكترث للتهديد والوعيد اللي أطلقه ترامب، ولم يكترث للرسالة اللي هي ما فيها حد أدنى من اللهجة الدبلوماسية لمخاطبة رئيس دولة كتركيا. تركيا ليست دولة صغيرة، يعني إمارة مثل إماراتنا يعني ولا شيء، دولة كبيرة لها حضور، عضو في الناتو، ودولة لها يعني اقتصاد قوي، دولة صاعدة في المنطقة يعني. فترامب يبدو فكر انه أردوغان مثل بيت الحكام العربي بخاطبهم، بدكم تدفعوا ضريبه والا بروح بمصارع بدكم بترككم لمصيركم. توقعه ان يرتجف مثل العرب، لكنه قال أردوغان شديد البأس. نعم، هذه الشده في البأس والوقوف يعني ضد الاوامر الغربيه التي كانت تطالب تركيا بالتوقف عن العمليه، في مقابلها الاتفاق الذي جرى، هل ترى أن مصلحة تركيا فعلا تحققت من خلاله؟ والله هذا الإدارة التركية، الحكومة التركية هي التي تحقق يعني تدرس هذا الموضوع، لكن من حيث المبدأ أن يجري تفريغ منطقة معينة الحدود بين سوريا وتركيا، ولو كانت ضمن الأراضي السورية، يعني تفريغها من مجموعة ميليشيات لا تمثل بالأساس شيء بالنسبة للشعب السوري، وهي تمثل عداوة للثورة السورية وللشعب السوري، وتشكل خنجر في خاصرة سوريا من حيث من جهة إسرائيل يعني. فهذه ميليشيات تتخذ خطوات لمشروع التوسع الإسرائيلي في المنطقة، التوسع الصهيوني في المنطقة، وطبعا تفريغ الحدود السورية التركية بعمق 30 أو أكثر أو أقل كيلومتر، وإعادة السكان الأصليين، تمثل خطوة كثير مهمة في بالنسبة للثورة السورية. يعني كان الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية مشارك في هذه العمليات. نعم، يعني هل سوف يعني يكون له أيضا دور أكبر ربما في الشمال السوري بعد هذا، يعني إن صح التعبير، الانتصار؟ أنا الحقيقة يعني أتوقع من القيادة التركية أن تعمد في المستقبل بعد انتهاء العملية واستقرار أوضاع وإعادة المدنيين المهجرين إلى دورهم وقراهم وأماكنهم، أن يعني يجري العناية بتشكيل الجيش الوطني السوري، وضم بعض القيادات الفاعلة من الضباط المنشقين عن الجيش السابق، وتوسعة المهام وإعطائهم صلاحيات حتى يضمنوا حيلولة وقوع أحداث أمنية وما إلى ذلك. وهذا طبعا يساعد حتى في يعني جلب بعض، مثلا ممكن نأتي ببعض السوريين الموجودين في لبنان الذين يعني يعانون من سوء معاملة حزب الله وهذا رئيس الدولة اللبناني عون وصهره رئيس وزير الخارجية، هؤلاء سفلة القوم. يعني هناك حديث أن العرب للأسف لم يحموا اللاجئين السوريين، بينما كانت تركيا هي من قدمت خدمات. نعم، أنا بعثت أكثر مذكرة جامعة الدول العربية حول المعاناة التي يعانيها اللاجئون السوريون في لبنان، ولم نرى منها أي خطوة أي بادرة. طبعا ما جرى الآن هو كان في سياق حديث عن حل سياسي في سوريا، قضية الاتفاق على دستور يكتب، وكانوا يقولون أن تركيا تبعثر الأوراق يعني بمثل هذه العملية. أنت كيف تقرأ أثر مثل هذه العملية على الحل السياسي في سوريا؟ أنا مثل ما قلت يعني أنا أعتقد إذا كان يعني تمكنت تركيا من تنفيذ المخطط وإعادة أهل المنطقة إليها وبعض اللاجئين كذلك من مناطق مختلفة يعني أخرى من أجل يعني عمل شبه استقرار يعني في المنطقة، وأن يكون هناك إدارة يعني حكيمة، إدارة ذاتية حكيمة من قبل السوريين طبعا بشكل طبيعي، هذا يؤثر على
على يعني على بشار الأسد ويؤثر على يعني حلف بشار والإيرانيين وحتى الروس يعني. هذا موضوع تصوري أبعاده المستقبلية مش قليلة يعني. طبعا تحدث الرئيس الفرنسي أنه سيأتي برفقة ميركل وكذلك رئيس الوزراء البريطاني جونسون إلى تركيا للقاء الرئيس أردوغان. برأيك يعني هل هذه العملية جعلت تعاظما للدور التركي في المنطقة بعدما كانوا يحاولون التضييق عليها حتى باستخدام الجامعة العربية للأسف؟ يعني هذا قد يكون انفتاح جديد أوروبي على تركيا بعد هذه الخطبة. يعني شوف العالم يحترم القوي يا أخي. الحق من غير قوة ليس له قيمة. يعني أنا أتأمل يعني أن تكون خطوة تركيا في اتجاه إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري هي تعطي الغرب فكرة عن أن هناك قوة تحمي السوريين أو تحمي المدنيين السوريين أو يعني قد تهدد يعني جهات أخرى. الآن أنا كما قلت يعني هذه المسألة أعتقد تؤثر حتى على الإيرانيين والتواجد الإيراني في سوريا. وبالتالي يعني الآن مجيء المستشارة ميركل هي شخصية محترمة الحقيقة وأفضل السياسيين الأوروبيين. صحيح. فإذا استطاعت إنه تأتي هي والرئيس الفرنسي ومن يريدون إلى تركيا وتباحثوا مع الرئيس رجب بيكون هذه خطوة كويسة مشان يعني تهدئة الأجواء ما بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي. طبعا إذا نحن نلاحظ الآن أن تركيا اصطفت داخليا الشعب والأحزاب مع هذه العملية ومع الرئيس أردوغان يعني تحديدا. حتى نائب الرئيس التركي قال أنه العملية نجحت لأن لدينا قائد استطاع أن يفرض شروطه. بينما في المقابل المنطقة العربية كما تلاحظ الآن أستاذ هيثم هناك أكثر من بؤرة لتظاهرات و نواة ثورة جديدة ربما لبنان. نعم. الجزائر. نعم. السودان طبعا. نعم. لا ننسى وهناك مشكلات في اليمن للأسف الإمارات تدعم. نعم. تمردا هناك في جنوب اليمن وإيران في الشمال. كيف تقرأ يعني تصاعد الدور التركي وهذه يعني الفوضى التي تعم الوطن العربي؟ الحقيقة هذه ليست فوضى. هذه ناجمة عن ظروف حكومات قمعية فاسدة. يعني أنا بدي أقول شيء، جزء كبير من الحرب ضد تركيا أو هذه المواقف ضد تركيا جزء كبير منها يعود إلى الحسد والحقد. عادي يعني قابيل قتل هابيل، لماذا؟ حسد. ما في شيء، كانت الدنيا كلها ملكهم، ما في لا في اشتراكية ولا في رأسمالية ولا في قوميات ولا في شيء. مع ذلك طيب أخوت يوسف يا أخي. نعم. لماذا وضعوه أبناء نبي يعني بس طيب لأنه هو أبوه بيحبه أكثر منه. يعني حقد وحسد. فالدول أنا لن يعني أنت هل ترى دولة عربية من المحيط إلى الخليج ناجحة مع أن لديهم إمكانيات ضخمة وأموال ضخمة وبترول وإلى آخره؟ للأسف يخرج تركيا من مشكلة. تركيا دولة بلا موارد. ليس لديها موارد سوى المطر من السماء والبشر على الأرض. مع ذلك صنعت دولة. أنا أعرف تركيا أخي من سنة 1968. يعني لما أتكلم عن تركيا أنا أتكلم عن معرفة فيها. فكانت لا دولة، هي دولة ولكنها لم تكن دولة. فقر وحاجة. تعرف انه في اسطنبول كانت تاتي المياه للبيوت يومين فقط في الاسبوع، ما كان في مي. طيب هذا الحزب وهذا الرجل اللي قاد البلد بفتره قصيره عمل معجزه. انا الحقيقه لما جئت من سوريا في الشهر السابع 2011 ب10/7/2011 انا فوجئت بانه مشهد ما عهدته سابقا. في دوله، صار في دوله، في طرقات، في شيء، في حضاره واضحه تماما يعني.
فهذا المشهد، هذا الدوري اللي قابت فيه الحزب الحاكم في تركيا ومع القيادة الموجودة، قيادة رجب طيب أردوغان، حققت في تركيا ما لم تحققه أي دولة عربية. كل الدول، معظم الدول العربية لديها بترول وغاز وأموال ضخمة هنا وهناك، ولكنها كلها تسرق. نحن في سوريا، في سوريا السلطة أكثر من 120 مليار دولار سرقوا من سوريا. هذه سلطة الأسد، هو أبوه العيلة، 120 مليار دولار سرقت من سوريا. كان يمكن تأبيد الشوارع ذهبا يعني. طبعا سوريا ليست من الدول الغنية كما الدول الأخرى يعني، لكن ومع ذلك لأنه هنا لا يوجد فساد وسرقة. ليش وقال يعني سئل مرة رجب عن ليش بهذا الشكل، لأنه نحن ما عم نسرق، هذه الفكرة الأساسية، امنعوا السرقة بتحسنوا. لكن نحن ما في منع السرقة، بالعكس هم يريدون أن يسرقوا. يعني هذه أيضا من الآثار اللي ربما تكون لهذا النجاح التركي في العمليات الشمال السوري، ربما يعني إلهام للشعوب العربية التي ترى أنه الأنظمة العربية لديها لا تحقق نجاحات خاصة عسكرية. نعم، لا عسكري ولا شيء، نحن أي جولة حرب عسكرية بيننا وبين الكيان الصهيوني ربحت الدول العربية. أي منهم، أي ب56 ولا ب67 ولا ب73 بسوريا حافظ الأسد تنازل عن جولان من غير حرب إلى الكيان الصهيوني، وحتى الآن ابنه الولد هذا الذي يدير البلد بشار الأسد يحافظ على أمن إسرائيل، ومخلوف هذا رامي مخلوف اللي قال في أول الثورة أمن إسرائيل من أمن سوريا، وإيران منذ سنتين وزير الخارجية وحد مسؤولين من الخارجية الإيرانية كذلك قال أمن إسرائيل من أمن سوريا، وبالتالي هم كلهم يحاربون لحماية إسرائيل وليس لحمايتنا نحن. وبالتالي لما تركيا تنجح في مواجهة، ما تؤاخذنا يعني تركيا اليوم وقف أردوغان في مواجهة أقوى دولة في العالم، يعني ترامب مو شايف حدا، ترامب مو شايف حدا في العالم كله يعني، ومع ذلك وقف. هذه تحسب له. الرئيس أردوغان له تصريح دعني أقرأه عليك وعلى المشاهدين. يقول: على من يعتقدون أنهم باستطاعتهم أن يسرحوا ويمرحوا في منطقتنا والعالم كيف ما شاءوا، عليهم أن يقروا بأن الأمر ليس بالسهل. أثبتت تركيا أنها قادرة على مواجهة العالم من أجل مستقبلها واستقلالها. هذا الحديث من الرئيس التركي يعني برأيك يعني يشير لمن هؤلاء الذين يريدون أن يسرحوا ويمرحوا ويجبرون الناس على ما يريدون؟ أنا أعتقد في المنطقة هذه، منطقة الشرق الأوسط، اللاعب الرئيسي فيها هو الكيان الصهيوني. والكيان الصهيوني هو الذي يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السياسة الشرق الأوسطية. لا تستطيع. أنا بدي يعني أقول شيء صغير كثير قد الناس بجوز ما انتبهوا له. 2012 لما بسطت المعارضة السورية، بسطت هيمنة تقريبا على كل 70% من سوريا، صحيح. بوتين زار إسرائيل، ما كان في مناسبة يعني، ولم يرشح عن نتيجة الزيارة شيء، فقط زار إسرائيل. طيب ليش زارها ذاك الوقت؟ فهمتم بعد تنسيق. ذلك التدخل، هذا تنسيق بين إسرائيل، بين الكيان الصهيوني وبين روسيا، كما بين الكيان الصهيوني وبين أمريكا. أمريكا بالنسبة لتركيا هي مخلب القط بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل تقرر ماذا تريد على لتركيا، وأمريكا هي التي تنفذ. وبالتالي يعني الآن اللعب في هذا المجال ليس سهلا يعني. وطبعا نحن نتمنى للقيادة التركية ولتركيا شعبا وحكومة أن ينجحوا فيما أقدموا عليه. ولكن الحقيقة الشيء الأساسي، الشيء الجانب الآخر، أعتقد أنه لازم يصير في هناك تنسيق بصيغة من الصيغ بيننا وبين القيادة التركية. هو قال أيضا أردوغان في سياق تعليقه على ما جرى أنه يميز بين من وقف مع تركيا ومن وقف ضدها، ولا يضع العرب كلهم في سلة واحدة. طبعا هناك مشكلة، الشعوب العربية معظمها مع تركيا، معظمها الشعوب معه. أما الحكومات شو بدك منها؟ طيب
هنا السؤال يعني بخصوص يعني الصهاينة، وأنت قلت أنهم هم اللاعب الأبرز، هو اللاعب الرئيسي في المنطقة، الرئيسي في المنطقة، يعني ملاحظ نلاحظ أنهم يحاولون يعني رفع وتيرة التهويد في القدس وأن تكون القدس عاصمتهم. نعم. وكذلك التفريط في كل الحقوق الفلسطينية، وللأسف هناك من العرب من يساير موضوع صفقة القرن ونحو نعم. ذلك. الآن في تضييق على تركيا في القدس، النشاط التركي في القدس يجري محاصرته من قبل الكيان الصهيوني. طيب إذا كيف يمكن لتركيا أن تنسق كما طلبت منها قبل قليل مع العرب من أجل أن يكون مع العرب، مع السوريين؟ لا، أنت تتحدث عن السوريين. عن السوريين، أنا أتحدث عن العرب كمعارضة سورية. طبعا. لكن لا يمكن تستفيد أيضا، قد يكون لدينا وجهة نظر، قد يكون لدينا شيء يعني لازم يسمع. يعني هناك تحديات تستوجب التنسيق. نعم. طيب في نقطة أخرى أيضا دعني أختم بها سيد هيثم، قضية تنظيم الدولة الآن. يعني كان دائما الغربيون يقولون بأن الأكراد أو التنظيمات الكردية المتطرفة تحارب القاعدة. الآن يعني حينما تنسحب هذه الميليشيات، هل تتوقع أن هناك تحريك لهذه التنظيمات المتطرفة ضد تركيا؟ أنا أعتقد أن تنظيم الدولة، ما يسمى تنظيم الدولة، هو صناعة غربية وبأيادي إيرانية. أنت تعرف أن القاعدة، قسم كبير من القاعدة في 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 إيران. قيادات القاعدة كانوا يمرون على إيران، كانوا في إيران. وإيران هي صنعت، في عندنا مؤشر يعني طوال الحرب في سوريا كل الفترة هذه، هل استهدف الشيعة في سوريا، الشيعة الإيرانيين يعني؟ لم يستهدفوا. هل استهدفت إيران في داخل إيران من قبل ما يسمى المتطرفين؟ يعني دائما الدول السنية هي التي تحترق. يعني هذه التنظيم استهدف الثورة السورية والثوار السوريين. نعم. ولم يستهدف لا الشيعة ولا الإيرانيين ولا أي جهة أخرى. أنا بالمناسبة على كل الأحوال هذا الشيء طرحته سابقا هنا. نعم. في هذه القناة الكريمة نحن عملنا دراسة من 17-18 صفحة عن أحداث أيلول سبتمبر في نيويورك. نعم. ووصلنا إلى نتيجة أنها صناعة الموساد الإسرائيلي بالاشتراك مع المخابرات الأمريكية ونائب الرئيس ديك تشيني، نائب جورج دبليو بوش. ديك تشيني الذي عطل أجهزة الاستشعار قبل 24 ساعة من وقوع الهجوم وذهب بإجازة حتى لا يتصل به أحد. يعني حتى لا نسهل، أنه لم يعد معي وقت للأسف، نقول أنه هذا في السياق أن التنظيمات الإرهابية هي ورقة تحركها المخابرات الأجنبية. على كل كلينتون قالت هذا الكلام. طيب. كلينتون حكيت هذا. نعم. الكلام. نعم. وزوال التنظيمات الكردية إذن في الشمال السوري هي التي يعني سوف تنهي المشكلات المتطرفة. هذا يهيئ للهدوء في المنطقة يعني. نعم. طبعا. أشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا أستاذ هيثم المالح، شغل الحقوقيين السوريين، شرفت بالحوار معك. وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، كنوا بخير والسلام عليكم.